وسط إجراءات أمنية مشددة في أعقاب هجمات باريس وبروكسل، تفتتح الليلة فعاليات الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة عدد كبير من النجوم، حيث يتنافس على جائزة السعف الذهبية في هذه الدورة 21 فيلما. تطرح مجموعة من المتعلقات الشخصية لنجمة هوليوود السينمائية الراحلة مارلين مونرو للبيع في صالات مزادات جوليان في نوفمبر المقبل، بينها حلي وملاحظات مكتوبة بخط يدها.